السلام عليكم، صحة رمضانكم. وصلوني بزاف دي ميساج من عند المتتبعين تاع مسلسل أولاد حلال، راهم يشوفوا الفيلم ولا هذاك زعما سوا ديزون بيان. بعثوا لي بزاف ناس من مدينة وهران يقول لك بلي احنا متبرئين من هذا الأمر، وعلى بالي لأنه هذيك قناة يعني زعما حلقتوها قناة نار، والله والله زعما ما عنديش كي ندير نوصف خبرك، فاهم؟ أنا كنت قايل لكم زعما انا زعما كنت ايماجيني بلي زعما نتوما قناه زعما كيما كانوا يقولوا زيكو كاع، مي زعما هاد القناه زعما كاين، شوف كاين الرخص، فاهم؟ الرخص لا لاشتي تجيب واحد 3000 كيلومتر تحتها هكا تجي قناه النهار، تسمى فتو الرخصه، فاهم؟ زعما مانيش مامن اخي. درت واحد زعما ورقه، راح كتب ورقه، هذوك التجمعات تاع بلاصدار، هذوك التجمعات راهم يتجمعوا للحراك، انتم راكم ضد الحراك، راهم كل يوم يتجمعوا ضد الحراك وعرضوني تما باش نشوف دي سبيكتاكل دو تياتر، راهم يجوا كل يوم تما الحراك، خاطي كاع المسلسل. هذوك الناس راهم يخرجوا كل يوم في الليل، هذوك مناضلين تاع بصح. وجا واحد كتب ورقه وحطها هكا وزعما ودار تصويره وخلى الشعب من موراه وقال باللي هذو سكان مدينه وهران. هذاك البيان ما راه ممضي، ما في قائمه اسميه ما والو، ثم فوق الرخص هذا ما كاينش، راك فاهم؟ انتم قناة تبتو هكا زعما معلومات خاطئة زعما للشعب، زعما اوروزمون الشعب يعرفكم كي دايرين، فاهم؟ قلت لكم الرخص من بعد تجي واحد 3000 ولا 10000 كيلومتر ولا تجي قناة النهار. بالنسبة لكاين هكا، انا والله ما نزعف على كاين ممثلين اللي ماهمش يخدموا، ليها ممثلين فاشلين حنا صحابنا نعرفوهم ماهمش يخدموا كاع، والله ما نزعف عليهم، معليش غيرة وهاد الامور العادية، ولكن كاينين واحدين بعض يلعبوها نقاد، راك فاهم؟ كيما واحد مثلا يسموه سليم اغا، تكلموا عليه انا والله ما نشوفه، هو اللي كتب في الصحافه الالكترونيه هذه، بس هو اللي يكتب في مواقع دوك تاع النهار وكاع. دونك سليم اغا مسكين الشعب الجزائري ما يعرفوش، لانه هو كان باغي يعرفوه. هذا سليم اغا كاين الفاشل بواحد 3000 ولا 10000 كيلومتر يجي هو، فاهم؟ دونك هاد الناس فاشلين. مسلسل ولاد الحلال المسلسل ولا تعبنا عليه بزاف، صافي سيمو حنا رانا نخدمو، احنا ما جاتش هكا مزيه ولا نسيم، واحنا نخدمو قريب 16 بار جو، سي با سي في السيناريو خدمنا بزاف تعبنا، وفي التورناج تعبنا لحد الان رانا نصورو في النهار ونصورو في الليل، البارح كملنا حتى اليوم كملنا حتى 7 تاع الصباح خدمنا كاع ان وي بلونش، الحمد لله النجاح رانا نشوفو فيه في الشارع في مدينه وهران. وهذو الناس عم يتكلموا يقول لك لا وهران وكاع، هذو راهم باغيين التفريق، قناه النهار معروفه المشروع نتاعها، معروف المشروع نتاعها هذا تحوس تفرق بيه كل الطرق، فاهم؟ وهران مدينة جزائرية، احنا كيما تصور في وراك غادي تصور في بجاية، كيما غادي تصور في شلف، كيما غادي تصور في قسنطينة، وراناش في هذا المستوى. دونك حنا مسلسل لكن لقى نجاح لأنه فيه صدق كبير وفيه تعب كبير، وما تكلمناش بالفلتر، فاهم؟ ماناش نهضرو بالفلتر لأن الفنان لازم يكون صادق على المجتمع نتاعه. دونك ميرسي، حنا رانا كل يوم غدوة اليوم في الليل غادي نكونوا في بلاصه دار، نتمنى من البوبليك تاعنا ردوا لي عم يتكلموا باسمكم في وهران. ثم ثاني قال راني نتفرج ولاد الحلال سكاره في قناه ولد القومي اون فان كونت، باسكو هاد التصرفات ما يقدرش يديرها مواطن نزيه، يديرها غير مواطن اللي الذره نتاعه ذره تاع واحد حركي. ما تقدرش تكون وانا ما نخدمش معاكم يا قناه النهار، والله العلي العظيم كنموت بالشر. كلمتوني وقلتوا لي بلي فوت، بعثتوا لي مع جماعتكم قلتوا لي روح معليش، وهذه الهضره روح قولها في القناه تاعنا، قلتوا لي روح ما تقدر تنتقدنا في القناه تاعنا، انا ما نفوت في القناه تاعكم. ولي باج اللي كانوا يسبوني من قبل اللي قالوا بلي 135 مليار كنت ضد الحراك، هما نفس هاد الصفحات اللي راهم يهاجموا في ولاد الحلال، لانه ولاد الحلال مشروع ناجح بفضل الجميع، وفيه كوكب ممثلين رائعين، ممثلين قمة، في فريق تقني قمة، في مخرج اشتغل مع الممثلين بزاف ويعطيه الصحة، في شركة إنتاج آمنة في المشروع، دونك مشروع ناجح. احنا رانا غادي في الليل نكون أنا وصحابي يكونوا في وهران، نكونوا في بلاص دار مور التراويح، رانا نروحو نقصرو تما وكاع، اللي بغي يجي يشوفنا مرحبا به، غادي نكون أنا زينو مصطفى العريبي خاساني ليكيب تاعنا كاع أمين بابيلون غادي نكونوا تما، اللي بغي يجي عندنا مرحبا به، اللي راه جد ضد ولاد الحلال يجي يشوفنا. دونك ميرسي بوكو، شكرا لكم، صحه رمضانكم. و العمل مش قناه، كنت قلتها في فيديو تاعي قبل، هذه القناه تحب الفشل لا تحب النجاح، هذه قناه من قنوات اعداء النجاح، والنظام الفاسد ما يسوقش للنجاح، النظام الفاسد دائما يسوق للفشل. دونك بارك الله فيكم وصحه رمضانكم، تصوموا بصحه.